لتعلم المرأة أنه متى ما أتت إلى الميقات وقد حاضت فلتحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس كما عند مسلم لما ولدت بمحمد بن أبي بكر، لما ولدته أمرها أن تحرم، فتحرم المرأة إذا أتاها الحيض من الميقات، ولا تؤخر ذلك إلى أن تذهب إلى مكة ثم بعد ذلك تذهب إلى التنعيم أو إلى مكان من الحل، هذا خطأ، بل تحرم وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وتقصر ولا تحتاج إلى أن تحرم مرة أخرى لأنها محرمة من الميقات. وكذلك الشأن لو أنها أحرمت ولم تحض ثم حاضت بعد إحرامها فتبقى على إحرامها حتى تطهر.